هذا يعني واحد الانسان يعني واحد السيده طيبه الوالده سبحان الله العظيم في ضد الرجل صراحه في ضد الرجل مرا صالحه ومرا مقاومه دابا مرا شاجعه لاي حاجه اللي تقدمت ليها كتيسر بعدل الله تبارك وتعالى انا بقيت رضع فيها وليت عندي 7 سنين الوالد كيضربنا في فمه نساله الوالد فمه وهي واه وهي وهي ما كاينه العصا دوك الناس اللي ميتين من والديهم ما كتخلش منهم ترونسبور هي كتمشي كتوقف معاهم مرأة زعيمة من جامع ما يكون درت الثلاجة درت الطوموبيل تحت النقل كلشي في الاسم ديال عائشة الشيدمية وكان تعاون مع الناس ضعافة كان تعاون معاهم كان التلاميذ اللي ما يكتلم والديهم كنمشي معاهم حتى لعند سقر الخيط كنقول لهم ما كيخلصوش في الطوموبيل وجاب لنا الله وعاون الناس يدير بيك وحفرت البير ولقيت الماء وجاب لي الله واحد البنت طيبة فحلة هتهوتة الله يجزيها بالخير عاونتنا ودارت لنا الطاقة طاقة مزيانة خدمت معنا خدمة من داك الشرفع وكنشكرها بائل من درية ضد الرجالة وكثر من الرجالة باش ما نبقاش نتعدم مع البوطات ونتعدم مع الموتور كل غايبة يخسر لقى الموتور كل غايبة نمشي ما نلقاش غايبات باش نعمر البوطات ونتمرد تمرد شوية بها الطاقة ولكن إن شاء الله من هنا لقدام غادي نتحمدوها فيها غادي تعودنا داك الشيء اللي ضاع علينا باقي من طاقة مزيانة والدرية خدمت لنا خدمة مزيانة كنشكروها دابا جاتنا واحد الجمعية قالت لنا تعاونوا مع هاد الناس وديروا لكم ثلاجة فين تخدموا وديروا لكم طوموبيل فين يمشيو وليداتكم تقبلناها مشينا درنا طلبات وقبلهم منا قبلتهم منا الشرطة وسرنا على العمل ديالنا أنايا والمجموعة ديالتي كاع كاملة كلهم عيالات فيهم العيالات فيهم رجالة فيهم العيالات فيهم رجالة وتعاوننا ودرنا الثلاجة ودرنا الطوموبيل ودرنا المشروع تاع الماء أول مرتين درنا المشروع تاع الماء أنا وواحد دراري ولاد خالي واحد راه في إسبانيا والآخرين هما باقيين هنايا وتعاوننا كاع كاملين ودرنا المشروع تاع الماء وعطينا الماء للدواوير ولكن عاونتنا واحد الجمعية بشي حاجة ديال الفلوس كنشكر هاد الأقدام ديالكم اللي شرفتوهم وجيتو عندنا مرحبا مرحبا بكم وكنشكر هاد السيدة اللي قامت بهذا المشغول ديال هاد الطاقة وديال الأمور النار ديال ما داروهاش الرجالة إن شاء الله تزوجنا سيدي في 73 73 تبارك الله 73 باش فاش تزوجتو 1973 شو لينا على أم الشادمية راه عمرها دار كتعامل معايا مزيان بحال هكا راه دابا المشاورة اللي بغينا نديروها كنشاورو عليها بغيت انا نمشي لشي بلاصة كنقول راني غادي للبلاصة الفلانية غنقضيها غنقضي هي كذلك تاهي كتخاف منا واقيلا خير ما تسرقي منا كنخاف منا الله يخليك ولكن صالحة مرا صالحة ومرا مقاومة دابا مرا شاجعة لأي حاجة اللي تقدمت ليها كتيسر بإذن الله تبارك وتعالى بإذن سلمي بإذن الله تعالى داكشي سلمي ميسر لها الأمور الحمد لله والحمد لله عاش سيدنا اش تبغي تقول لها؟ الله يرضي عليها الله يفرجها بالرضا اللهم آمين الله يدومها على العمل ديالها ويدومها معها ويخليها مع القبيلة تاعها هي ديجا مزيانة مع القبيلة راجل ونص وي
عزيز عليك مشاهدنا. ما انا ما عزيزاش، انت ما عزيزاش لك امك. عزيز عليا. انت ما عزيز عليا امي، حنا عندنا منا 10، انا بقيت رضع بها تا وليت عندي 7 سنين. قرناش ولا عندنا 7 سنين. كندير المدرسه عندك الدرجات. تقول لي يقول لها بركي ترضع. الدري هذا قاعد يرضع تا وصل 7 سنين. التاريخ ديال المدرسه. وكان ديه مو غادي به للمدرسه. ترنس في الطريق ويقول لها بركي تيرضع على يمشي للمدرسه هي ترجع لنا هو يمشي للمدرسه. والان هو اللي كان بينا الله يرضي عليه. الله يرضي عليه. وخوته تما الله يرضي عليهم. كلهم. والدريات اللي خارجين الله يرضي عليهم تما. الصراحه التعامل ديالي معها مزيان. راه هي يعني الانسان كيقول كلمه الحق. تعاملت معاه مزيان، خلصاتني، تسامحنا، صافي ما كاين حتى شي مشكل. تقريبا 3 ايام. مشايب 100 الله يعمرها دار. يعني واحد الانسان، يعني واحد السيده طيبه، الناس القبيله كامله الصراحه، الناس كرامة، ناس الله يعمرها دار، الله يعمرها دار. يعني واخا نقول اللي قلت، ولكن ما غاديش نوصل، يعني نوصل ليا داك 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 الشيء اللي دارت علينا الصراحه. كبرت بينا، دخلتنا لدارها اول ما جينا عندها، يعني واحد الناس لا هي لا الزوج ديالها ولا الاولاد ديالها، يعني الله يعمرها دار الصراحه. الوالده سبحان الله العظيم ضد الرجل صراحه، ضد الرجل كتخدم خدمه ديال الرجال صراحه بكل صراحه. الله يسهل عليها، وكبرتنا وخدمت علينا ومازال باقي كضرب علينا تماره صراحه. واه الله يخليها لينا. مرا ونص. مرا ونص والله العظيم. ديما منين كبرتي حتى دابا باقي ناكل العمو. باقي تاكل العمو. واه نكذب ندير شي ديفو خاص ضروري تاكل لي جناب. الوالد كيضربنا بفمو نسالو. الوالد فمو هي. واه وهي وهي ما كاينه العصا. هي كاينه العصا. ما كاينه العصا. الوالده الله يخليها لينا صراحه، الله يخليها لينا الوالده وجميع الامهات صراحه. واللي كيدي والدي لدار العجزه هذاك راه ماشي انساني صراحه. شيد ميا اول حاجه بدات بها الجمعيه ديال البير، سيرتها هو هذاك البير الان دابا داخل المال الدوار ديال الزبيرات. ودا عاوتاني دارت ثلاجه تعاوني ديال الحليب وهي مسرى مزيان. وعاود الثاني دار ترونسبور النقل المدرسي خدام دوك مزيان لدوك الناس اللي ميتين من والديهم، ما كتخلش منهم ترونسبور، هي كتمشي كتوقف معاهم، والناس اللي عندها راه تخلص كتعاون مزيان. ودابا هي شي دمي ثاني كما قلتوا نتوما، ما عندهاش صعوبه مع هاد الناس الجيران وكذا. هذيك النهار الصونده جات بغات تهبش ليها، الطريق ما كاينش مين دوز، الناس الزرع هو مسبل، وقالوا لها مين عجبك دوزي ودازت، ما كاينش هي صعوبه مع الدوار عندنا مزيان الله يعمرها دار. وهاد السيده اللي قالت لك وقفت عليه وداك الشيء هذا المشروع سميتها سكينه، دازت مزيان بخير الله يعمرها دار. الله يعمرها دار. الله يعمرها دار. كنتمنى ليها تخدم كاع البيار الحباب، كنتمنى لسكينه تخدم كاع للناس بعلما طفله طيبه، كنتمنى لسكينه كاع تخدم للناس بعلما خدمت واحد الخدمه الرجاله ما كيخدموهاش. سكينه اذا قالت لك الكلمه زططها. سكينه مرا ونص، طفله ونص سكينه، سكينه انا كنديرها فوق الراس ديالي. سكينه ما كاينش بحالها، الرجاله ما كيخدموش بحال خدمه سكينه، وفعلا راه مركبين الطاقات هنا، وجاو شافوا الطاقه اللي ركبت سكينه، ولقوها افضل من الطاقه تركبوا الرجاله. وعاش الملك.